تتوقع على انه يفوز في كاس العالم المنتخب البرازيل؟ والله انا بتوقع منتخب البرازيل، هو اجهز فريق حاليا. اتوقع ان شاء الله المنتخب الارجنتيني، لانه جاهز من جميع النواحي، عنده فرقه محترمه، وميسي يعني بيؤدي اداء ممتاز مع المنتخب ومع حتى مع باريس سان جيرمان. البرازيل في عمليه استقرار اداري واستقرار فني واستقرار من كل الجوانب. الكره يعني فيش فيها توقعات، اتوقع البرازيل، لان البرازيل فريق متكامل، يعني فريق ما شاء الله عنده نجوم، فريق متعود على البطولات. تعرف الارجنتين لها باع كبير في كاس العالم، يعني تاريخ كبير، واعتقد يمكن للاعب ليونيل ميسي كله كلمه السر. يعني توقعاتي البرازيل هي الاقوى حظوظا، بعد هيك المانيا. البرازيل كل خطوطها متكامله بعتقد، وعندها حتى على صعيد البدلاء عندها الفريق اللي يقدر يعمل اي حل في اي لحظه. المانيا طبيعه لعبتهم بتعتمد على القوه والروح اللي عندهم الموجوده والامكانيات العاليه جدا. احنا رياضيين وبنحب البرازيل تاريخيا، زي نيمار بفرق، عندك جونيور، عندك روديغيز تاع الريال، عنده خط هجوم قوي، عندهم حارس ممتاز. منتخب فرنسا انا عندي المفضل دير بالك، والاحتمالية كبيرة، وإيطاليا طبعا دائما هم بنافسوا، ولو كانوا يعني شوي بنزل مستواهم، لكن أنا بتصور إنه يكون في منافسة بينهم. أنا من عشاق البرازيل، بتمنى البرازيل إن شاء الله. بعدها ألمانيا القوة. البرازيل عنده عناصر قوية جدا، عندهم نيمار، ونتائجهم في المباراة الودية وفي التصفيات نتائج رائعة، وإن شاء الله كأس العالم للبرازيل. أتوقع البرازيل، يعني البرازيل فرقة كبيرة وعريقة من سنين، يعني إحنا بنتابع البرازيل وبنعرف إنها فرقة عريقة. الأرجنتين فريق قوي ومتكامل، ولاعيبة تحس مخوة مع بعض ومكاتلوا مع بعض. التوقعات هي تكون بين البرازيل والأرجنتين، ولكن أقرب البرازيل. البرازيل فريق قوي، فريق متماسك، معظم لاعيبته محترفين ويمتلكون مهارات عالية، قادرين على السديد، قادرين على المدافع، قادرين على التمرير.